السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ، في صفحة 168 من المجلد الأول. تفضل. بسم الله أحمده وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما الإجماع فلا ينسخ، لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. ولا ينسخ بالإجماع، لأن النسخ إنما يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه معصوما عن الخطأ. فإن قيل يجوز أن يكون ظفر بنص كان خفيا هو أقوى من الأول أو ناسخ له، قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع. أحسنت. هذا الفصل معقود لمسألة، وهي في نسخ الإجماع والنسخ به. فقال المؤلف رحمه الله: فأما الإجماع فلا ينسخ، يعني لا يكون منسوخا. ثم قال بعد ذلك: ولا ينسخ، أي لا يكون ناسخا. ومثال المسألة: اجتمع كون الإجماع ناسخا ومنسوخا، والله أعلم، في مثال، وهو أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في بيع أمهات الأولاد، وأم الولد هي الأمة التي ولدت لسيدها، فنقول أن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في بيع أمهات الأولاد على قولين، هل يجوز أو لا يجوز، هو إجماع منهم على تجويز الاجتهاد في المسألة. الخلاف متضمن للإجماع على تجويز الاجتهاد في المسألة. واتفاق التابعين رحمهم الله على أحد قولي الصحابة رضي الله عنهم، وهو المنع، يتضمن منع الاجتهاد في المسألة، فقد نسخ الجواز بالتحريم. فقال المؤلف رحمه الله: فأما الإجماع فلا ينسخ، أي لا يكون منسوخا. ثم استدل لهذا المذهب، وهو مذهب الأكثرين، أكثر علماء الوصول على هذا الرأي، أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. قال: لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. لأنه، أي الإجماع، لا يكون، أي لا يكون معتبرا، وليس معناه لا يحصل، فإنه من حيث الحصول يمكن أن يجمعوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يكون معتبرا، أي حجة، إلا بعد زمن النص، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن اتفاقهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
لا عبرة به من حيث أن من حيث إن المعتبر هو الوحي، الوحي ينزل، فلا حاجة إلى أن نقول أجمعوا أو لم يجمعوا، لا نحتاج لذلك. ثم قال ولا ينسخ بالإجماع، أي لا يكون الإجماع ناسخا. ثم استدل له فقال لأن النسخ إنما يكون لنص، النسخ إنما يرد على النص، تنسخ آية أو ينسخ حديث. قال والإجماع لا ينعقد على خلافه، أي على خلاف النص، لكونه معصوما عن الخطأ، لكونه أي الإجماع معصوما عن الخطأ بالدليل يعني الذي دل على حجية الإجماع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلو أجمعوا على خلاف النص لكان إجماعا منهم على ضلالة، وهذا محال بنص الحديث. وخالف في هذه المسألة بعض من الشافعية وبعض من الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الظاهرية وأيضا بعض المعتزلة، فذهبوا إلى الجواز، لكن من هؤلاء من أطلق الجواز أو نقل عنه إطلاق الجواز في المسألة، ومنهم من صرح بأن كون الإجماع هو الناسخ إنما يراد مستند الإجماع، يعني جواز كون الإجماع ناسخا يعني النص الذي استند إليه المجمعون هو الناسخ، لا أنه نفس الإجماع. ثم استدل لهم المصنف رحمه الله بقوله فإن قيل، يعني فإن قال هؤلاء المخالفون المجوزون للنسخ بالإجماع، قال فإن قيل يجوز أن يكون الضمير في يكون يرجع إلى أهل الإجماع الثاني، يجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا هو أقوى من الأول، أي من النص الأول المنسوخ أو الذي استند إليه المجمعون الأولون. قال أو ناسخ له، يعني من حيث الإمكان، هم يقولون يعني يقولون من حيث الإمكان يجوز أن يكون أهل الإجماع الثاني ظفروا بنص كان خفيا على أهل الإجماع الأول، أو يجوز لأهل الإجماع أن يكونوا ظفروا بنص خفي على الأول على الأولين، أو يكون ناسخا له. لكن ماذا قال في الجواب؟ قال قلنا فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع، يعني إن سلمنا بذلك، إن سلمنا بما قلتم، فيكون الناسخ ليس هو الإجماع الثاني وإنما النص الذي استند إليه المجمعون، فيؤول الكلام إلى نص نسخ نصا. وليس أن الإجماع هو الذي نسخ النص أو نسخ الإجماع الذي قبله، هذا جواب. وهناك جواب ثان، وهو أن إجماع أهل الإجماع الأول لا بد أن يكون على وفق الدليل، فلا يمكن أن يجمعوا وفق دليل مرجوح وخفي عليهم الراجح، أو يكون إجماعهم وفق دليل منسوخ وخفي عليهم الناسخ، لأن هذا لو وقع لكان خطأ منه، والإجماع معصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلا يمكن أن يقعوا في خطأ، كرامة من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أنه عصم إجماع علمائها
عن الخطأ. وقد رأينا أن للمسألة حالتين: الحالة الأولى هي أن يكون الإجماع ناسخاً، والحالة الثانية أن يكون الإجماع منسوخاً. والذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي التفصيل والتفريق بينهما. فيقال في الحالة الأولى وهو كون الإجماع ناسخاً لها صور، لها عدة صور، وذلك بأن يكون الإجماع ناسخاً للآية أو للحديث أو لإجماع سبقه، يعني على فرض التجويز، كل هذا على فرض التجويز ذلك. وأما الصورة الثانية وهي كون الإجماع منسوخاً فليس لها إلا صورة واحدة، وهي أن يكون الإجماع منسوخاً بإجماع فقط. وإنما فرقنا بين الحالتين لأن القرآن والسنة سابقان على الإجماع لكونهما وحياً، فيكونان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فهو متأخر عنهما، لأن الإجماع لا يكون حجة على القول المشهور الراجح، لا يكون حجة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيمكن فرض المسألة في نسخ الإجماع لآية أو حديث أو إجماع سابق، يمكن فرض هذا في الأحوال الثلاثة. أما في الحالة الثانية فلا يمكن فرض المسألة إلا في صورة واحدة، وهي أن يكون الإجماع منسوخاً بإجماع، لأن الكتاب والسنة لم يرد بعد الإجماعات، إنما قبل الإجماعات. ومعلوم أن الذي يحصل في النسخ هو أن المتأخر ينسخ المتقدم، فحينئذ لا يتصور إلا أن يكون الإجماع ناسخاً أو منسوخاً بإجماع فقط. طيب تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به وإلا فلا. وقال الطائفة: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وخبر الواحد، والتخصيص بيان والنسخ رفع فلا يساويه. أحسنت. بقي شيء عندك؟ انتهت المسألة؟ يوجد تنبيه؟ هذا الفصل معقود لمسألة، وهي في نسخ القياس والنسخ به. فقال رحمه الله: فصل. ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص، ينسخ وينسخ به. هذا المذهب الأول في المسألة ذهب إليه بعض الحنابلة، وهو التفريق والتفصيل. ينظر في القياس، إن كانت علته منصوصة فإنه يعامل معاملة النص، فيجوز أن ينسخ القياس ويجوز أن ينسخ القياس غيره، يعني يجوز أن يكون القياس ناسخاً ومنسوخاً. قال: وإلا فلا، يعني إن كان القياس علته مستنبطة، علة اجتهادية، فلا يصح أن يكون ناسخاً ولا منسوخاً. ودليل هؤلاء قالوا أن القياس المنصوص على علته هو في معنى النص، كأنه من باب تعميم الحكم لعموم علته، فهو في معنى النص،
وإذا كان في معنى النص فإن النص يجوز أن يكون ناسخاً ومنسوخاً. وأما القياس الذي علته اجتهادية مستنبطة فليس في معنى النص، يعني هو ليس نصاً ولا في معنى النص، وإذا لم يكن نصاً ولا في معنى النص كيف يصح أن يقال إنه يكون ناسخاً ومنسوخاً؟ النسخ لا يكون إلا في نص آية وحديث، فحينئذ لا يتصور ذلك. هكذا قال أصحاب المذهب الأول، وهي مسألة افتراضية، ولهذا افترض لها بعضهم أمثلة فمثلوا بمثال افتراضي لا وقوع له، فقالوا لو قسنا نبيذ التمر على الخمر فحكمنا بالتحريم، فالعلة في الأصل المقيس عليه وهو الخمر علة منصوص عليها، وهي الإسكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فالعلة منصوص عليها. فلو فرضنا أن الشارع أباح نبيذ الشعير مثلا، لو فرضنا ذلك لتعارض عندنا تحريم نبيذ التمر مع إباحة نبيذ الشعير، فيصير المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم، هكذا مثل أو نحو هذا المثال مثل بعض علماء الأصول. والحقيقة الواقع في هذا هو أنه قياس عارض نصاً كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا المذهب الأول ودليله. ثم قال رحمه الله: وقال الطائفة ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. هذا المذهب الثاني ذهب إليه بعض الشافعية، فجوزوا نسخ القياس والنسخ به مطلقا، يعني من غير تفصيل أصحاب المذهب الأول، يعني سواء كانت علته منصوصة أو استنباطية مستنبطة اجتهادية، يجوز في كل الأحوال أن يكون ناسخاً وأن يكون منسوخاً. وهذه العبارة التي ساقها المصنف رحمه الله يؤخذ منها دليله، وهو قياس النسخ على التخصيص بجامع أن في كل منهما إلغاءً وإبطالاً بالكلية في النسخ وبالبعضية في التخصيص. وبما أنه يجوز تخصيص العام بالقياس فيجوز النسخ بالقياس إلحاقاً للفرع بالأصل، هكذا استدل أصحاب المذهب الثاني. ثم قال رحمه الله: وهو منقوض. هذا شروع في الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني، جواب المصنف لأنه يختار المذهب الأول على دليل أصحاب المذهب الثاني المجوزين لكون القياس ناسخاً ومنسوخاً، فأجاب عن دليلهم من وجهين: الأول جواب بالنقض، والثاني جواب بالفرق، وهما من قوادح القياس. فالجواب الأول قال: وهو منقوض بدليل العقل وبالإجماع وخبر الواحد، يعني هذا الدليل ينتقض بصور وليس بصورة واحدة. ما هي هذه الصور؟ دليل العقل ودليل الإجماع وخبر الواحد. فإن هذه الأدلة الثلاثة يجوز التخصيص بها ولا يجوز النسخ بها، فبطل قولكم كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ جاز كل ما جاز التخصيص به جاز أن يكون منسوخا أو ناسخا. هذا الجواب الأول وهو جواب بالنقد. والثالث الدليل الثالث وهو قوله وخبر الواحد، هذا يعني في صورة، وهي ما إذا كان خبر الواحد ناسخا
للمتواتر، فإن هذه هي الصورة الممنوعة. وأما أن ينسخ خبر الواحد خبر الواحد فهذا جائز لا شك فيه. قال: والتخصيص شروع في الجواب الثاني، وهو جواب بالفرق. فقال: والتخصيص بيان، والنسخ رفع فلا يساويه. يعني أن قياسكم قياس مع الفارق، والفارق أن التخصيص بيان وأن النسخ رفع للحكم، وفرق بين البيان وبين الرفع. فالتخصيص يفيد ماذا؟ يبين ماذا؟ كيف يكون بيانا؟ يبين أن الأفراد المخرجة من العام لم تكن مرادة للشارع من حين صدور اللفظ العام. التخصيص يبين أن الفرد أو الأفراد المخرجة عن حكم العام لم تكن مرادة من حين ورد النص العام، بخلاف النسخ، فإن النسخ المنسوخ كان مرادا حين كان المنسوخ وحده لم يرد الناسخ بعده، كان مرادا أن يعمل الناس به، ثم نسخ وألغي حكمه ورفع. وفرق بين البيان وبين النسخ، فكيف تلحقون أحدهما بالآخر؟ ولهذا قال: فلا يساويه، يعني والقياس هو المساواة، مساواة فرع لأصل. فإذا وجد فارق مؤثر لم تصح المساواة، ومن ثم ما يصح القياس والإلحاق. وسكت المؤلف رحمه الله عن مذهب الجمهور في المسألة، فإن مذهب الجمهور في المسألة أن القياس لا ينسخ به مطلقا. هكذا قيل، والله أعلم. والحقيقة أن المسألة افتراضية، لأنه إن كان المقصود بهذه المسألة أن القياس ينسخ آية أو حديثا أو إجماعا فإنه لا يمكن ذلك. لماذا لا يمكن؟ لأنه بهذه المخالفة، تعرفون الناسخ والمنسوخ متعارضان مختلفان، كل يفيد خلاف ما يفيده الآخر. فبهذه المخالفة، يعني مخالفة القياس للنص أو للإجماع، يكون قد سقطت حجيته. ولهذا يذكر علماء الأصول في قوادح القياس، يذكرون ما يسمونه بفساد الاعتبار، وهو أن يخالف القياس نصاً أو إجماعاً. إذا كان المقصود أن القياس ينسخ آية أو حديثاً أو إجماعاً، فلا تتصور المسألة، لأن القياس تكون قد سقطت حجيته وبطلت بهذه المخالفة. وأما إن كان المقصود نسخ قياس بقياس، فالمخالفة والتعارض بينهما، يعني بين القياسين، إن كان بين الأصلين فالنسخ متصور، من حيث التصور متصور، لكنه يكون من باب ماذا؟ من باب نسخ النص بالنص. لماذا قلنا أنه من هذا الباب؟ لأن شرط الأصل المقيس عليه أن يكون ثابتاً بالنص أو بالإجماع، فتؤول المسألة إلى نص نسخ نصاً أو إجماع نسخ إجماعاً، إن قلنا بجواز أن يكون الإجماع ناسخاً للإجماع. وإن كانت المعارضة بين علتي القياس، علة كل قياس تعارض علة القياس الآخر، رجعت المسألة إلى باب المعارضة، وحينئذ يسلك المجتهد فيها الطرق المعروفة للترجيح التي يذكرها الأصوليون في باب التعارض والترجيح عند كلامهم عن تعارض الأقيسة. والمسألة كما قلت هي افتراضية، لم يوجد لها مثال
صحيح، مع أنه من حيث الإمكان يمكن، من حيث الإمكان يمكن كما ذكرناه في إحدى الصور، لكنهم لم يظهروا بمثال صحيح للمسألة، والله أعلم. تفضل. قال: والتنبيه ينسخ وينسخ به لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه، ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي ولا يصح، وإنما هو مفهوم الخطاب، وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو دليل خطابه، وأنكر ذلك بعض الحنفية لأنه نسخ بالقياس وليس بصحيح، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. أحسنت. هذا الفصل معقود لمسألتين اثنتين. المسألة الأولى: مفهوم الموافقة هل ينسخ أو ينسخ؟ مفهوم الموافقة هل يصح أن يكون ناسخا أو يكون منسوخا؟ هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية: إذا نسخ حكم المنطوق فهل هو نسخ لتوابعه؟ إذا نسخ المنطوق هل هو نسخ لتوابعه من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة والحكم الذي ثبت بعلته من النص؟ يعني القياس المتعلق به. المسألة الأولى كما قلنا مفهوم الموافقة هل ينسخ أو ينسخ؟ فقال المؤلف رحمه الله: والتنبيه ينسخ وينسخ به، ينسخ أن يكون منسوخا، وينسخ به أن يكون ناسخا. وقد قال بعض علماء الأصول إن العلماء متفقون على أنه يجوز نسخ المنطوق ومفهومه معا، وإنما الكلام في هذه المسألة فيما أنه هل يجوز نسخ المفهوم الموافق دون أصله، أو أن يكون هو ناسخا دون أصله. والحقيقة أن المسألة افتراضية وليس لها مثال صحيح بهذا، وكيف يتصور أن يكون المفهوم وحده ناسخا أو منسوخا؟ وحكاية الإجماع الذي ذكروه في الحالة الأولى وهو نسخ المنطوق والمفهوم معا يعني في الجواز نظر، وسوف يأتي في آخر المسألة إن شاء الله ما يدل على وجود الخلاف فيها، والله أعلم. وهي أن نسخ المنطوق هل هو نسخ لمفهومه؟ لكن الكلام من حيث الجواز، إن كان من حيث الجواز أن ينسخ المنطوق والمفهوم معا فهو جائز، لكن إذا قيل من حيث الوجوب أنه إذا نسخ المنطوق وجب أن يكون المفهوم منسوخا فهذا فيه نظر لوجود المخالف الذين سيذكرهم المصنف رحمه الله في آخر المسألة الثانية. وهذا المذهب الذي قرأناه، المذهب الأول، هو مذهب أكثر الحنابلة وأكثر المالكية وبعض الشافعية، ذهبوا إلى جواز كون التنبيه ناسخا أو منسوخا، والمقصود بالتنبيه مفهوم الموافقة، فإن من أسماء مفهوم الموافقة التنبيه، تنبيه الخطاب وفحوى الخطاب أيضا. قال: لأنه هذا شروع في دليل أصحاب المذهب الأول المجوزين لكون التنبيه ناسخا أو منسوخا. فقال: لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه. هذا دليلهم، يقولون لأنه أي التنبيه أي مفهوم الموافقة يفهم من اللفظ، هذا واضح أنه يؤخذ من الآية أو الحديث، فالمفهوم تابع للمنطوق فهو يؤخذ من اللفظ ويستفاد من النص. قال: فهو كالمنطوق، يعني يصير بهذا الاعتبار مثل المنطوق، لا سيما أن حكمه كحكمه،
يعني أن حكم المفهوم كحكم المنطوق، فصار مثله، أخذ من اللفظ وحكمه كحكمه فصار مثله. وإذا صار كالمنطوق فإن المنطوق يجوز أن يكون ناسخا ومنسوخا، إذن المفهوم الموافق يجوز أن يكون ناسخا ومنسوخا. قال: وأوضح منه، يعني هو مثله بل أوضح منه. طبعا قوله أوضح منه بناء على أصله وهو روضة الناظر، لأن صاحب الروضة رحمه الله حصر المفهوم الموافق في المفهوم الأولوي، حصره من حيث قضية كلامه لا من حيث التصريح، لأنه لما ذكر مفهوم الموافقة قضية عرضه للمسألة يعني مقتضى كلامه فيها من حيث الاستدلال والمثال يدل على أنه يريد مفهوم الموافقة الأولوي وسكت عن المساوي، فلهذا قال هنا وأوضح منه، لأن الحكم في المفهوم إذا كان أولوياً يكون أولى من حكم المنطوق فيصير أوضح منه، لأن المعنى فيه أقوى. فإذا قلنا إن قوله تعالى فلا تقل لهما أف، إنه يفهم تحريم السب، فإن التحريم في السب الذي هو مفهوم أوضح أي أقوى منه في المنطوق الذي هو التأفف وهو قول أف. قال: ومنع منه، وهذا شروع في المذهب الثاني، وهو مذهب الظاهر أنه مذهب أكثر الشافعية. فقال: ومنع منه بعض الشافعية وقالوا هو قياس جلي. هذا المذهب الثاني منعوا منه، أي منعوا كون مفهوم الموافقة ناسخا أو منسوخا. ودليلهم على هذا أن مفهوم الموافقة هو في الحقيقة قياس، وقياس جلي لما قلناه من أن الحكم في المفهوم أولى وأقوى منه في المنطوق، فلهذا صار قياسا جليا. قالوا: فإذا كانت دلالة المفهوم الموافق قياسية فإن القياس لا يصح أن يكون ناسخا ولا منسوخا. هذا الدليل أصحاب المذهب الثاني. ثم رد عليهم المصنف رحمه الله فقال: ولا يصح. هذا شروع في المناقشة، أجاب أصحاب المذهب الأول على دليل أصحاب المذهب الثاني فقال: ولا يصح، يعني ولا يصح قولهم إنه قياس جلي. لما؟ قال: وإنما هو مفهوم الخطاب، يعني لا نسلم أن دلالة المفهوم الموافق دلالة قياسية، بل هي دلالة لغوية مفهومة من الخطاب أي من النص الشرعي، لأنها ناشئة منه، ولهذا يفهم العربي ذو السليقة من النص مفهوم الموافقة من غير حاجة إلى نظر وتأمل، فإن الأعرابي الذي لا يعرف أحكام الشرع لو سمع فلا تقل لهما أف لفهم أن السب والضرب حرام، فمن أين أخذه هذا الأعرابي؟ من النص، فهمه فهما، فكيف يقال إنه قياس؟ لو كان قياسا لتوقف على النظر والتأمل واستجماع شرائط القياس ووجود الأركان وتصحيح العلة في الفرع وغير ذلك من المسالك التي يسلكها المجتهد ليصحح القياس. هذا معنى جواب أصحاب المذهب الثاني على دليل جواب أصحاب المذهب الأول على دليل أصحاب المذهب الثاني. وبه انتهت المسألة الأولى. والآن شروع في المسألة الثانية، وهي: إذا نسخ المنطوق هل تنسخ توابعه؟ هل ينسخ ما يتفرع عنه تبعا له، أو أنهما شيئان مستقلان يمكن أن يرد النسخ على أحدهما دون الآخر؟ هذا معنى المسألة. فقال رحمه الله: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم
وفيما ثبت بعلته أو دليل خطابه. هذه ثلاثة أشياء. يقول: إذا نسخ المنطوق بطل، أي نسخ تبعا لذلك، ثلاثة أشياء: المفهوم، مفهوم الموافقة، يعني الظاهر من السياق أنه يقصد مفهوم الموافقة، وفيما ثبت بعلته، أي الحكم الذي ثبت بعلة ذلك النص المنطوق أو فرع عليه، أو دليل خطابه، ودليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، وهو أيضا من المصطلحات المشهورة لمفهوم المخالفة، يقال له المفهوم المخالف ويقال له دليل الخطاب. الأمثلة على ذلك: مثال الأول وهو نسخ المفهوم الموافق تبعا لنسخ أصله وهو المنطوق، قول الله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. منطوق الآية الكريمة وجوب ثبات المسلم المجاهد لعشرة من المشركين في القتال، هذا المنطوق، ومفهومها وجوب ثباته لخمسة مثلا، من باب أولى، لأنه إذا وجب ثباته لعشرة وجب ثباته لخمسة من باب أولى، فهذا مفهوم موافقة. ثم نسخت الآية الكريمة بالآية التي بعدها، وهو قوله تعالى: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فبطلت العشرة وبطلت الخمسة، يعني ألغي الحكم في المنطوق وهو وجوب ثباته لعشرة، وألغي الحكم في المفهوم وهو وجوب ثباته ومصابرته لخمسة. ومثال الثاني وهو نسخ المفهوم المخالف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن المفهوم المخالف لهذا الحديث أن الثلاث يحرمنا، أن الثلاث رضعات تحرم، يقع بها التحريم بالرضاع. ثم نسخ هذا المنطوق، هذا الحديث نسخ بقوله تعالى في آية منسوخة لفظها وحكمها: 5 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت الخمس بعشر رضعات معلومات يحرم، فبطل حكم المنطوق وبطل حكم المفهوم المخالف، فما عادت الثلاث تحرم، لا بد أن تكون 10، عفوا نحن قلنا ماذا؟ نعم عكسنا، جزاك الله خير، 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات في حديث عائشة رضي الله عنها، فتكون الخمس 5 رضعات معلومات يحرم، قد ألغت حكم المنطوق وحكم المفهوم المخالف، المفهوم المخالف، فما عادت الثلاث تحرم. مثال الثالث وهو نسخ الحكم الثابت بعلة المنطوق، يعني بقياس متعلق بالنص المنطوق. ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء: من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، يعني فليصم كل اليوم، فهذا الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا كان في أول الإسلام، فهذا الحديث يوجب صوم يوم عاشوراء. فلو قاس قائس وقال: يجوز صيام رمضان بنية حادثة من النهار، لم يبيت الصوم من الليل، إنما أتى بالنية في أثناء النهار، فيجوز ذلك قياسا لصوم رمضان على صوم عاشوراء في هذا الحديث، فإنه كان واجبا،
والعلة الجامعة أن كل منهما صوم واجب. ثم بعد ذلك نسخ وجوب صوم عاشوراء، نسخ الوجوب إلى الاستحباب. فإذا نسخ هذا الحديث، نسخ حكمه وهو وجوب الصوم، فإنه يبطل هذا القياس، لأن هذا القياس مستند إلى هذا الحديث، فإذا بطل الأصل بطل الفرع. قال: وإذا نسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما ثبت بعلته أو دليل خطابه. هذا المذهب الأول، وهو مذهب جماهير العلماء ونسب إلى المذاهب الأربعة. ثم قال: وأنكر ذلك بعض الحنفية. هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة. لكن قول المصنف رحمه الله ذلك يعني ليس بجيد، لأنه إن كان راجعاً إلى الأمور الثلاثة السابقة فلا يصح هذا، لأن هذا ليس مذهبه. وإن كان يقصد بذلك الإشارة إلى آخر مذكور وهو مفهوم المخالفة، فالحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة أصلاً، فكيف يقولون إذا نسخ الأصل لا يلزم أن ينسخ مفهومه المخالف؟ ما يمكن هذا، هم يحتجون به أصلاً. فالمذهب الثاني إنما يخالف في الثاني، وهو أنه إذا نسخ المنطوق هل هو نسخ للقياس المستند إليه؟ هذا الذي يخالف فيه أصحاب المذهب الثاني فقط من الثلاث الصور السابقة. قال: وأنكر ذلك بعض الحنفية، يعني فقالوا نسخ المنطوق ليس نسخا للقياس المستند إليه. ما دليلهم؟ قالوا: لأنه نسخ بالقياس. ما معنى هذا الدليل؟ يعني كأن الجمهور أصحاب المذهب الأول كأنهم قرروا دليلهم بالقياس، يعني جعلوا ناسخ القياس. كيف هذا؟ يعني قالوا إذا نسخ حكم المنطوق فإنه ينسخ القياس المتفرع عنه من باب أولى. فيكون ماذا؟ إثباتا للنسخ بالقياس الأولوي. إذا نسخ حكم المنطوق الذي هو صريح وبطل العمل به، فلا أن ينسخ القياس المستند إليه الذي دلالته ظنية من باب أولى، فيكون إثباتا للنسخ بالقياس الأولوي. وحتى لو قلنا إنه قياس أولوي، فإن القياس لا يصح أن يكون ناسخا ولا منسوخا. فما يصح مذهبكم يا معاشر الجمهور؟ هذا معنى دليل أصحاب المذهب الثاني. ثم أجاب المصنف رحمه الله عنه فقال: وليس بصحيح. فهذا شروع في مناقشة دليل أصحاب المذهب الثاني. وليس بصحيح، ما هو الذي ليس بصحيح؟ يعني لا نسلم أنه نسخ بواسطة القياس. لما؟ قال: لأن هذه، أي الثلاثة الأمور، لأن هذه فروع تابعة لأصل، فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع. يعني نحن قلنا بالنسخ لا من باب القياس، أنه نسخ بالقياس، وإنما من باب أن حكم المنطوق هذا هو الأصل، وهذه الثلاثة تفرعت عنه، فإذا بطل الأصل بطل الفرع. وهذه قاعدة كلية ما ينبغي أن يخالف فيها، إذ كيف يتصور أن يبطل الأصل ثم يبقى الفرع الذي هو تفرع عنه يبقى حجة وثابتا ومعمولا به؟ ما يمكن هذا، لأنه متفرع عليه، فإذا بقي ثابتا بقي هذا ثابتا أو ألغي من جهة أخرى، وإذا بطل الأصل بطل الفرع في كل الأحوال.
هذه القاعدة الأصل والفرع. إذا بقي الأصل ثابتا بقي الفرع المتفرع عنه ثابتا أو ألغي من جهة أخرى. وأما إذا بطل الأصل بطل الفرع في كل حال، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويعرف النسخ من طرق، إحداها أن يكون في اللفظ نحو: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ورخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا. الثانية أن ينقل التاريخ متأخرا ويكون المنسوخ متقدما. الثالثة إجماع الأمة على نسخه. الرابعة أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ. الخامسة أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم متأخرا والآخر متقدما كأبي هريرة وطلق بن علي رضي الله عنهما. أحسنت. هذا الفصل معقود لبيان الطرق التي يثبت بها النسخ. فقال رحمه الله: ويعرف النسخ من طرق، إحداها أن يكون في اللفظ، أن يكون أي النسخ في اللفظ، يعني أن يوجد في اللفظ أي في النص الناسخ دلالة على النسخ. هذا معنى عبارته، أن يوجد في اللفظ أي في النص الناسخ دلالة على النسخ. قال: نحو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنص نفسه الذي هو ناسخ قد أفاد أن هناك منسوخا سبق هذا الحديث لقوله كنت، فإن كان تفيد المضي، أي سبق أن نهيتكم في نص سابق في حديث سابق عن زيارة القبور، ثم نسخه بقوله فزوروها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومثل له بمثال ثان وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله كنت فيه إشعار بوجود نص منسوخ قبل هذا، وهذا طبعا على التسليم بصحة الحديث. يعني هذا الثاني مثال هو مثال، والمثال يعني في العادة أنه لا يعترض أو يكون على قول من صحح الحديث. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله كنت أيضا يفيد أن هناك نصا سابقا أفاد تحريم الانتباذ في الأوعية لخشية أن يتغير ما فيها فيكون ذريعة لشرب الخمر المحرم المسكر يعني. قال: الثانية أن ينقل التاريخ متأخرا ويكون المنسوخ متقدما. التاريخ المقصود به تاريخ الناسخ، ويكون المنسوخ متقدما. فإذا علم التاريخ وتعارض النصان ولم يمكن الجمع وجب النسخ. مثال ذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، فأفاد الحديث أن الحجامة تفطر. ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وحديث شداد رضي الله عنه كان في عام الفتح، فتح مكة، يعني في السنة الثامنة للهجرة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما كان في حجة الوداع، يعني في السنة العاشرة للهجرة. فيكون حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخا لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه. قال: الثالثة إجماع الأمة على نسخه. والمقصود أن الناسخ هو النص. المقصود بهذا الثالث، الطريق الثالث هذا، المقصود أن الناسخ
هو النص الذي استند إليه المجمع، وإذا كان كذلك فما الحاجة أن يجعله طريقا برأسه؟ يعني إذا كان الناسخ هو النص الذي استند إليه المجمعون، صار يعني آل الأمر إلى أنه نص نسخ نصا، فكيف يجعل طريقا برأسه؟ من يعرف الجواب؟ أحد يعرف؟ طيب، الجواب عن ذلك أننا إذا عرفنا أن هذا النص قد نسخ بالإجماع فإن لا نحتاج إلى البحث عن مستند المجمع، يعني بمعنى أننا سواء عرفنا المستند الذي استند إليه أهل الإجماع أو لم نعرفه فإن النص يكون منسوخا ما دام أجمع على النص. فأهل الإجماع كفونا مؤونة البحث عن الناسخ، بل لا يلزم المجتهد أن يبحث عن النص الذي نسخ، يكفي أنه قد حكي الإجماع الصحيح على كون النص منسوخا، وعلى هذا فحينئذ يتصور أن هناك إجماع وبان لنا مستند المجمعين، يعني إجماع على أن هذا النص منسوخ وتبين لنا مستند المجمعين، وأيضا يتصور وجود إجماع على كون النص منسوخا ولم نعرف مستند المجمعين، وقد يمثل للحالة الأولى بإجماعهم على نسخ نكاح المتعة، إباحة نكاح المتعة فإنه منسوخ بالإجماع، ومستند المجمعين هل هو معروف؟ الجواب نعم، وهو الأحاديث الكثيرة الواردة في الصحيحين وفي غيرهما الدالة على نسخ نكاح المتعة. وقد يمثل الحالة الثانية بقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد حكى كثير من الأئمة الإجماع على أن قتل شارب الخمر في المرة الرابعة أنه منسوخ ولا يعرف مستند المجمعين على الصحيح والله أعلم، وإن كان بعضهم تكلف أن يذكر مستندا لهذا الإجماع وهو العمومات، مثل إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، العمومات، أما وجود نص خاص في المسألة فلم يوجد والله أعلم. فحينئذ يكفينا هذا الإجماع بعد تسليمه، يعني بعد تسليم الإجماع، لأن من العلماء من نازع فيه، والذي يظهر والله أعلم أنه إجماع صحيح، وأن خلاف من خالف في المسألة خلاف حدث بعد إجماع، أو يكون هذا مرده إلى السياسة الشرعية ما يراه الحاكم. الرابعة أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ، أن ينقل الصحابي الراوي الناسخ والمنسوخ، مثل قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهنا نص على الناسخ والمنسوخ، يقول أنهما أمران، أحدهما نقض الوضوء من أكل الطعام الذي مسته النار، والثاني عدم الوضوء، وآخرهما ما هو ترك الوضوء، يعني أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، فقد نقل الناسخ والمنسوخ. ومنه أيضا قول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه، أو كما قال رضي الله عنه. الماء من الماء يعني أنه لا غسل على الرجل إذا جامع أهله إلا إذا أنزل، أما إذا أكسل أي جامع ولم ينزل فلا يجب عليه غسل. فأخبر أبي رضي الله عنه أن هذا كان في أول الإسلام ثم نهي عنه، أي نهي المسلم أن يجامع أهله ولا يغتسل إذا لم يكن أنزل، بمعنى أنه يجب عليه الغسل في كل حال في كل الأحوال.
قال: الخامسة أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم متأخراً والآخر متقدماً، كأبي هريرة وطلق ابن علي رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما حجاب فليتوضأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحديث أبي هريرة يفيد نقض الوضوء بمس الذكر. وحديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الوضوء من مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، أي جزء منك، قطعة منك، يعني كأنك تمس رجلك أو يدك أو رأسك، ما ينقض الوضوء. فهنا إسلام أبي هريرة رضي الله عنه جاء متأخراً عن إسلام طلق بن علي رضي الله عنه، لأن طلقاً رضي الله عنه أسلم قديماً وهاجر إلى المدينة في السنة الأولى من الهجرة، بل إنه توفي قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا إسلامه متقدم وإسلام أبي هريرة رضي الله عنه متأخر في السنة السابعة للهجرة، بل إن طلقاً مات قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنه. وحينئذ أين الناسخ؟ حديث ماذا؟ يكون حديث أبي هريرة هو الناسخ لحديث طلق ابن علي رضي الله عنهما، والغرض هو التمثيل فقط، يعني الغرض هو ضرب المثال وليس الترجيح في هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.